صور ووثائق وأفلام وشهادات توثق لتجربة ما يعرف في المغرب بهيئة الإنصاف والمصالحة في ذكرى تأسيسها 20، حدث احتفالي يحتضنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية رسمية مستقلة تعنى بتعزيز والنهوض بثقافة حقوق الإنسان في المغرب. هيئة الإنصاف والمصالحة هي لجنة حقوقية أسندت لها مهام النظر في عدد من القضايا الحقوقية كالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال السياسي، زمن ما سمي في تاريخ المغرب بسنوات الجمر والرصاص. كان حيوة هذه الذكرى، كان من ضمن المهام ديالها هي كشف الحقيقة ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي يعني من 1956 إلى 1997، وتلقينا ما يزيد على 20,000 ملف لكلها يعني بتينا فيها بحيث درسناها واستمعنا للضحايا. جميع التوصيات اللي خرجت بها هيئة الإنصاف والمصالحة نفذتها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك وضعت رهنا إشارة هيئة الإنصاف والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأرشيف المركزي والأرشيف الجهوي لمساعدتهم في البحث والتحري. ومن بين الأمور كذلك اللي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني نهار إشارة الهيئة والمجلس الاستشاري والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لتحديد هويات بعض الضحايا عن طريق البصمات الجينية، وكانت نتائج إيجابية. حتى لا يتكرر ما حدث، كان من شعارات تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي غطت أحداث ما بين عامي 1956 و 1999، تجربة كان هدفها تحقيق مصالحة نفسية بين ضحايا التعذيب والانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان وبين الدولة، وطي صفحة أليمة من ماضي المغرب. هيئة الإنصاف والمصالحة حلت كذلك باب وجداني أمام المغرب، لأنه ممكن الماضي يكون يعني قاسي، ولكن ممكن جماعيا نبني مستقبل أجمل. هذا هو الواقع، وهذا هو اللي رسخ في الأذهان وفي الوجدان ديال المغرب. وإن حققت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة أهدافها في جبر الأضرار التي لحقت بضحايا الانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان وتخصيص تعويضات مادية للضحايا وحفظ الأرشيف والذاكرة لفترة عصيبة من تاريخ المغرب، يقول حقوقيون أن التحدي الآن هو إقرار قوانين وضمانات دستورية وتفعيلها من أجل حفظ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البلاد. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط.